السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ده سؤال جاي لي مثلا وأنا مش عارف الإجابة بتاعته، فلو دورت عليه على جوجل صعب تلاقي الإجابة يعني باللي أنت عايزه بالظبط. فخلينا نجرب جوجل بارد. هاجي هنا على جوجل بارد وأقول له إن أنا عايز موقع يكون بياخد صورة ويحولها لسكتش أند بلاك أند وايت، يعني يقدر يغير الصورة اللي أنا عايزها. أغلب الصور بتقول لك هات لي صورة بلاك أند وايت وأنا ألونها، أو هات لي صورة سكتش وانا الونها. انا عايز العكس. فقال لي ده في موقع اهوت، فقال لي في موقع هو بي اي اكس ال ار، في موقع اسمه فوتر، في موقع اسمه بي فانكي، المواقع دي كلها. وقال لي ممكن تستخدم الفوتوشوب اكسبريس لانه مجاني وتقدر انت تسويه بسهوله، وفي موقع على الموبايل او في تطبيق على الموبايل اسمه سناب سيد، في تطبيق اسمه اف اس سي او، تمام. فدي كلها مواقع. طيب نجرب. تقدر تيجي هنا وتقول له سيرش، ففعلا في موقع بالاسم دوت، واغلب التطبيقات اكيد انتوا عارفينها او جربتوها قبل كده. فدي فكره ان انت تقدر تخلي الجوجل بارد او شات جي بي تي او اي موقع الذكاء الاصطناعي يجاوبك على الاسئله اللي عندك بسهوله، اسهل بكتير من لو رحت حتى لجوجل ودورت في معارك البحث.